السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده جايه لكم بوصفه لذيذه جدا، كل الاطفال والكبار كمان بيحبوها، الا وهو ايس كريم بالاوريو بطعم خطير جدا. والشكل زي ما انتم شايفين كده حاجه تفتح النفس كده، يعني مش هيكفيكي بوله واحده، هتاخدي مرات عديده. باذن الله يعجبكم الوصفه، وفي نفس الوقت تقوموا تجربوها، ينفعك بقى في حر الصيف يرطب على القلب كده، وحاجه كده تستاهل بقكم 100 فل 14. تعالوا بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرفنا احنا عملنا احلى ايس كريم بالاوريو ده ازاي. خليكي معايا. اول حاجه وصفتنا سهله جدا. هبدا اجيب ايه بقى؟ ابدا اجيب كوبايه كبيره كده من الكريم شانتيه، خام او اللي هو في اكياس عادي خالص، كل واحد على حسب الرغبه. ابدا احط عليه ميه متلجه زي ما انتم شايفين كده، او لو عايزه تستبدليه باللبن، بس انا بحب القوام بتاع الميه بيبقى لذيذ بصراحه. هتبتدي تضربيه كده لمده 5 دقائق كده بالمضرب لحد ما حجمه يتضاعف بمضرب كهربائي بقى بالمضرب اليدوي، كل واحد على حسب المتوفر عنده. وبعد كده هيبقى القوام متماسك معايا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدا اجيب الحليب المكثف، انا عاملاه معاكم في قلب القناه ان شاء الله تبقى تشوفوه. هبدا اجيب كده 3 معالق او معلقتين كبار من الحليب المكثف، وبعد كده هبدا اجيب الاوريو بتاعي، اي نوع اوريو او بوريو او على حسب النوع المتوفر في بلدك. وهو في الكيسه كده هبدا يعني اخبط عليك كده كام خبطه، خبطتين في الراس توجع خلي بالكم. بعد كده هبدا انزل عليه بالكيس في الايس كريم. تمام، النهارده انا عاملاه بطعم الاوريو، فيعني حطيت الاتنين باكو من الاوريو ومعاهم الحليب المكثف وكل ده على الكريم شانتيه. ابتدي اقلب 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 يا معلم لحد ما يبقى القوام كله متماسك كده مع بعضه. انا عايزه القوام كده تقيل مش خفيف، يعني ماسك نفسه. وبعد كده ابدا اجيب البوله بتاعتي، اي بوله عندك. تمام، انا جبت البوله دي كنت شايلاها من الرز بلبن قبل كده، فالجيش قال لك اتصرف، اي حاجه عندك حطي فيها. هبتدي انزل بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين، الخليط كده ماسك نفسه وتقيل وحلو و100 فل و14، وهبتدي اوزعه في البوله بتاعتي بمعلقه كده وابتدي وزعيه. هبدا برضو ادخله التلاجة. انا الكميه اللي انا عملتها دي من الكوب الكريم شانتيه كفت معايا البوله دي وكمان بوله من الصغيرين. البوله التانيه الصغيره برضو هبتدي ايه اخبطها كده، وبعد كده احط عليها كده فوق الوش شويه من الاوريو كمان. ابتدي اغطي عليها اهم حاجه ويدخليها الفريزر لمده ساعه ساعتين على حسب ما تتجمد معاكي. بعد ما تطلع زي ما انتم شايفين الشكل يتحدث عن نفسه. ابتدي قدميها في كاسات التقديم بتاعتك، ولادك هيفرحوا بيها جدا، وفي نفس الوقت سهل كده ولذيذ وسريع التحضير كمان، ما خدش في ايدي وقت خالص. بعد كده هبدا اسيبها كده، لا طبعا ما يرزينيش، هبدا بقى اجيب صوص الشوكولاته وابتدي جرنشي كده فوق الوش كده بشكل حلو وكيوت، ولادك يفرحوا بيه. بص زي ما انتم شايفين كده كاسه الايس كريم بتقول لكم تعالي كلوني، سهل سريع التحضير لذيذ جدا، وفي نفس الوقت كده يعني هينفعك كده في الحر اللي احنا فيه، قطعه واحده لا تكفي. والبوله الثانيه الصغيره زي ما انتم شايفين طلعت كده، انا مش هحط عليها بس الصوص الشوكولاته كده من فوق الوش، يعني الصوصات اللي انت عايزاها، عايزه نوتيلا شوكولاته، عايزه تسيبيها كده، هو اصلا يستاهل بقكم زي ما انتم شايفين. الشكل الجميل جدا، جميل ولذيذ وسريع التحضير كمان. في نهايه الفيديو بقى جربوا الوصفه الحلوه دي وان شاء الله تعجبكم، ومستنيه لايكاتكم، مستنيه ان شاء الله تعليقاتكم الجميله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجه حلوه جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.